السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لكل زمان ومكان، والذي يأتيكم يوميا خلال شهر رمضان المبارك. في هذه الحلقة نتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، كيف كان النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في نهاره وليله. نفتح الخطوط لكم لأسئلتكم حول موضوع هذه الحلقة، وكذلك عن كافة تساؤلاتكم الفقهية التي يجيب عليها فضيلة الشيخ حسين حلاوة، الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. فضيلة الشيخ، الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان معلما لنا، كان هاديا لنا، يرينا الدرب في كل أيامنا، وفي رمضان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلوكه يعلمنا ليس فقط كيف نكون في رمضان، وإنما حتى قبل رمضان عندما كان يبشرنا بقدوم رمضان، وكان يبشر أصحابه بقدومه. فما أهمية الهدي النبوي الكريم في سلوك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وفي كلامه خلال رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على سيد إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحب الكرام ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. وبعد، أحييك أخي الحبيب الأستاذ جمال، وحيي إخواني وأخواتي المشاهدين في كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى، وأبارك لهم هذه الأيام الطيبة المباركة. وها هو رمضان تظلنا نفحاته وبركاته ورحماته بإذن الله عز وجل. ها نحن يعني تمر علينا الأيام سراعا، فاليوم هو الخامس من هذا الشهر الكريم. تخيلوا، كأني بحضراتكم أقول لكم يعني بارك الله لي ولكم صيام هذا الشهر، نستقبله برحمة كأني في أول يوم في هذا الشهر الكريم. هكذا مرت خمس أيام، وهكذا ستمر أيام رمضان كلها هكذا سراعا. ويعني الذكي من استغل هذه الأيام ويعني لم يضيع أوقاتها كما كنا في الوصايا من قبله. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخي الحبيب، سيدنا محمد هو إمامنا، رحمتنا، قلبنا، هو كل شيء في حياتنا. لو اتبعناه لا كان لنا الفلاح والنجاح والنصر في الدنيا، وكانت لنا الجائزة الكبرى، وكان لنا الفوز العظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى في الآخرة يوم القيامة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول: قل إن كنتم تحبون الله ماذا تصنعوا؟ قال: فاتبعوني. اتبعوا من؟ سيد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. ويقول ربنا جل وعلا مبينا قدر نبينا صلى الله عليه وسلم وقدر اتباعه: فلا وربك لا يؤمنون. الذي يقسم هو ربنا جل في علاه. إذا الأمر جلل، الأمر خطير، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه قدوة في كل شيء في حياتنا. ائتني بعمل آتيك بقدوة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فيه، كرجل، كشاب في بيته مع أزواجه، مع أولاده، مع أحفاده، مع الناس الكبار، مع المسلمين عامة، مع أولاد المسلمين، مع الأعداء،
كيف كانت عم مع الخلق، مع حتى البهائم، مع الجمادات. صلى الله عليه وسلم. وكذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير. نعم لذلك الحبيب المصطفى في هذا الشهر عندما يقول: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر. هذا الحديث فضيلة الشيخ، ما مدى صحة هذا الحديث، وما هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان من خلال هذا الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان رمضان في حياته شيء خاص، شيء غير بقية الشهور، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانت له عبادات في رمضان لا توجد في غيره من الشهور، كالاعتكاف مثلا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف، اعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأواسط، ثم اعتكف العشر الأواخر، وكان هكذا حتى لقي ربه سبحانه وتعالى يعتكف. كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا أهله وشد مئزره، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينقطع ويتبتل لعبادة ربه سبحانه وتعالى. أما إن سألت عن صيامه بأبي هو وأمي فهو القدوة، هو الـ 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 يعني الـ 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 المثال الأعلى في الصيام، الصيام الحقيقي الذي أراده الله. من أراد أن ينظر إلى الصيام الحقيقي والعبادة الحقيقية التي لا غش فيها ولا فلينظر إلى عبادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القدوة وهو المثال الأعلى. ما ذكرت حضرتك من حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الحقيقة أجزاء منه كثيرة رويت في كتب الصحاح يعني، فهو في مجمل معانيه صحيح، في مجمل معانيه يعني صحيح، لأني كما ذكرت هناك أجزاء منه كثيرة وردت عنه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول لنا عن هذا الشهر: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان، ها يدعوك إلى الله سبحانه وتعالى. لما تعرف أن أبواب الجنان مفتحة ماذا يعني؟ تقبل على الله عز وجل. فتحت أبواب الجنان، نعم، وغلقت أبواب النيران، وصفضت الشياطين، ونادى مناد من قبل الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. هذه نعم. الآن فضيلة الشيخ، الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في أحكام الصيام تحديدا، ما أهمية أن يتبع الإنسان هدي محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان، في عندما كان النبي الكريم يوضح لنا ويبين لنا ما الأشياء التي تجب وينبغي على الإنسان أن يعمل بها في رمضان، وما الأشياء التي يجب عليه أن يمتنع عنها؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، فبالتالي إن كل ما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وكل ما يقوله لنا هو الصدق، وما علينا إلا أن نتبعه صلى الله عليه وسلم. عندما يقول لنا مثلا بأن النية لا بد أن تبيت قبل الفجر، ويقول لنا من لم يجمع النية قبل الفجر فلا صيام له، هو يحثنا على أن يعني نجتهد وأن تكون نية الصيام قبل أذان الفجر. وهناك من أهل العلم المالكية وغيرهم من أجازوا أن تكون نية الشهر نية واحدة، بمعنى من أول ليلة في الشهر أن يقول نويت أن أصوم، فينوي نية الشهر كلها. فهذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان هديه بالنية أن يقوم ليتسحر، لأن النية ليست ألفاظا، النية محلها القلب. كان صلى الله عليه وسلم يقوم ليتسحر، وقال لنا: تسحروا
فإن في السحور بركة. تسحروا، شوف النبي يأمرنا بهذا، تسحروا. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر ثم يخرج إلى الصلاة مباشرة، وكان يؤخر السحور، ولذلك قال لا تزال أمتي بخير، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. لما سئل الصحابي الذي صام الذي تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس، وقيل له كم كان بين يعني بين السحور والأذان، قال بقدر 50 آية، بقدر 50 آية. نعم، قد يكون الحديث عن غير أنس، لكن أنا هكذا لفظ الحديث، 50 آية ما بين بدء السحور وما بين الأذان. يؤخر السحور، لماذا يؤخر السحور؟ لأن الجسد بحاجة إلى غذاء، وبحاجة إلى طاقة، وبحاجة إلى إلى إلى، فهو النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور حتى يكون ذلك عونا للجسد على أن يستمر في نهاره، يعني بقوة وبعزيمة تتحمل الصيام. يعني إذا أخذنا مسيرة يوم للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم خلال رمضان، بما أن بدأنا بالسحور، فهل هناك أحاديث ثابتة عن سحور الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ على ماذا كان يتسحر؟ كان يتسحر صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني له في مائدته شيء خاص، يعني إنما كان يتسحر تارة باللبن والتمر، ويتسحر ربما تارة لو بقي عندهم شيء من يعني هكذا الشعير ويعصدونه كان يتسحر به، لكن لا يوجد شيء معين. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أن نتسحر به، لكن عامة دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التمر ويحب اللبن بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، التمر واللبن يعني لم يكن هناك معمل ليقول لنا ماذا في التمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليقول للصحابة ماذا في التمر من القيمة الغذائية وماذا في اللبن من القيمة الغذائية. الآن يقال يعني بعد التحليل في معامل الصحة وإلى آخره، يقولون لنا أنك إذا يعني أكلت التمر وأضفت إليه اللبن فهذه وجبة غذاء كاملة، وجبة غذاء كاملة، يعني الجسد يستطيع أن يتحمل بها الصيام. ونعم، الآن بعد السحور، نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان سلوكه؟ يعني البعض الناس خاصة في أوروبا، هذا السؤال تحديدا في أوروبا، الأوقات، تعلم فضيلة الشيخ، وقت الفجر هنا تقريبا في لندن الآن بحدود الساعة 5، لكن آخر الشهر سيكون الساعة 4 في شمال أوروبا، ممكن يكون الساعة 3، فهو ينام بعد الفجر. فكيف كان هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بعد السحور، بعد الفجر تحديدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك يأمر ابن أم مكتوم أن يؤذن، لأن النبي كان له مؤذنان، كان له بلال في رمضان يعني، وابن أم مكتوم، سيدي عبد الله بن أم مكتوم الذي نزل فيه قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل، إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فكان سيدنا عبد الله بن أم مكتوم يؤذن لصلاة الفجر، لأذان الفجر، تمام؟ ثم بعد ذلك يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يصلي، النبي كان عادة يصلي النافلة في بيته، ثم يضجع على شقه الأيمن قليلا هكذا حتى يأتي بلال فيقول له الصلاة يا رسول الله. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر. بعد الفجر تارة يحدث أصحابه وتارة لا يحدثهم، لم يكن في كل يوم يحدث الصحابة الكرام، لذلك يقول كان يتخولنا بالموعظة، يعني
لا يؤتينا الموعظة في كل يوم وفي كل وقت كما يتخيل بعض الناس. ربما بعض الناس يتخيل أن سيدنا رسول الله أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين الصحابة وبالذات في رمضان بقى، فيجلس فيعطيهم في كل لحظة درس، الصباح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. لا، ده كان يراعي النفوس، نحن بشر. لذلك انظر، كان يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا، كراهة أي حرصا عليهم من أن يسأموا أن يملوا، لأن سبحان الله النفس تمل، النفس تمل. فكان صلى الله عليه وسلم تارة بعد الفجر يعظهم وتارة لا يعظهم. ثم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو يدخل يذكر الله سبحانه وتعالى، ويترك للصحابة الحرية فيما يفعلون، لأن بعض الناس قد يكون عنده سفر، قد يكون عنده سوق يذهب إليه، قد يكون عنده تجارة يريد أن يرتبها أو إلى آخره، قد يكون لم ينم بالليل لأنه كان عنده عمل أو جاء من سفر أو إلى آخره. نعم، الأفضل ألا ينام الإنسان بعد الفجر، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة إنها ساعة تقسم فيها الأرزاق. لما وجدها نائمة بعد صلاة الفجر أيقظها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها: قومي يا فاطمة فإنها ساعة تقسم فيها الأرزاق. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس بعد الفجر لذكر الله عز وجل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله سبحانه وتعالى في مجلسه كان كمن أدى عمره، كان كثواب عمره. الذي يعني يصلي الفجر ثم يجلس فيذكر الله سبحانه وتعالى حتى يصلي يعني صلاة الضحى يعني الشروق، ثم بعد ذلك يأتي وقت صلاة الضحى بعد الشروق بحدود ربع ساعة تقريبا هكذا. طيب، تمام، يصلي ركعتين أو أربعة، كان كمن أدى. نعم. لكن السؤال فضيلة الشيخ عن المسلمين هنا في شمال أوروبا تحديدا، عندما يكون وقت الفجر أحيانا بعد منتصف الليل. نعم نعم، لذلك أنا قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك للصحابة يحثهم غير عازم على ذلك. ما معنى غير عازم؟ يعني لا يأمرهم بذلك. انظر، من صلى الفجر في جماعة ثم جالس يذكر الله، يعني هو يحبز ويحث ويحث الناس الذين عندهم وقت، الذين عندهم يعني إمكانية لأن يجلس بعد الفجر. لكن ربما إنسان ليس عنده، وربما أناس كما ذكرت حضرتك وقت الفجر عندهم مثلا يعني متقدما، يعني ربما الآن الوقت متأخر شوية، لكن أيا كان في بعض البلاد في أقصى الشمال ممكن تجد الفجر الآن الساعة الثالثة. نعم تمام، الفجر ممكن يكون الساعة الثالثة مثلا يعني، ثم يصلي الفجر يود أن ينام حتى يقوم إلى عمله في الساعة، ينهض في الساعة السابعة إلى عمله. لا بأس، لا بأس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول: ما أمرتكم بشيء، ها الحديث ده عظيم جدا، ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، الذي تستطيعوه افعلوه. طيب، والذي لا تستطيعوه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان على الإنسان أن ينام لأن عنده عمل أو عنده وظيفة أو عنده دراسة أو إلى آخره، أو لم ينم بالليل، كان ما شاء الله متعمل يصلي بالليل وهكذا حتى تسحر ثم صلى الفجر مثلا في المسجد أو مع أهله، صلى الفجر في جماعة ثم يود أن ينام، لا بأس. هل أثم؟ لا، لم يأثم. نعم. ولم يفعل أي شيء، فعل استطاعته. بارك الله بك. الأخت زينب تنتظر. أخت زينب تفضلي بسؤالك. تفضل أخت زينب من فرنسا، تفضلي يا زينب.
جزا الله القائمين على هذه القناة المباركة. سيدي سؤال أخت عندها ذهب يعني سوارين هكذا وسلسلة، وهناك من قال لا أنه لا تجب عليه الزكاة، لا يجوز لك أن تتركي هذا الذهب هكذا دون أن تزكي عنه. مبارك الله فيكم سيدي. لكن هذه الأخت يا أخت زينب، هذه الأخت نعم، هل قالت لك بأن هذا الذهب الذي تقتنيه هو بغرض الزينة أم بغرض الادخار، ادخار المال يعني؟ هو بغرض الزينة، ولكن إذا هي احتاجت إليه يوما ستبيعه مثلا. ولكن هي بغرض الزينة، ولا أي إنسان إذا احتاج للمال يعني سيبيع نعم، أحيانا حتى نعم، الأثاث. لكن هي نيتها نعم، أخبرتك بأنه هذا الذهب هو غرضه زينة، هو غرضه زينة، تلبسه في يعني في الأفراح، وليس كثير، وليس كثير. نعم، تسمعي الإجابة نعم يا أخت زينب. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. نجيب على سؤال زينب، المرأة التي لديها ذهب للزينة، ولكن حسب ما قالت الأخت زينب يعني إن احتاجت له تبيعه، وأي إنسان يحتاج أي شيء في منزله سيبيعه يعني إذا كان مضطرا، فهل عليه زكاة؟ بارك الله في الأخت الكريمة على سؤالي هذا، وهذا السؤال يكثر فعلا في رمضان من الأخوات بارك الله فيهن الحريصات على أداء شعائر الدين وأداء الفرائض، لأن الزكاة فريضة، الزكاة ليست نافلة أيها الإخوة والأخوات. يعني بعض الإخوة وبعض الأخوات يهتموا بالصلاة جيدا ويهتموا بالصيام وعنده استعداد أن يفعل كل ما، أما عندما تأتي لتحدثه عن الزكاة فهذا شيء آخر. لذلك أنا نشكر الأخت الكريمة ونشكر يعني من أمثالها الحريصات على أداء شعائر الدين. نعم، الذهب بالنسبة للمرأة، نحن نتكلم عن ذهب المرأة، هذا الذهب الذي مع المرأة، وربنا سبحانه وتعالى جبل المرأة على حب الذهب، هذه فطرة وضعها الله سبحانه وتعالى في المرأة، لا تستطيع أن تغيرها ولا أن تبدلها ولا أن تقول لا 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 تتزيني، هذا حرام وهذا منكر، لا تستطيع، لأن الذي خلقها وهو أدرى حرم الذهب على الرجال وأباحه للنساء. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الذهب في يد والحرير في يد وقال هذان، أي الذهب والحرير، محرمان على رجال أمتي، محرمان على رجال أمتي، حل لنسائهم. فشوف النبي بيقول هكذا، حل لنسائهم. فالمرأة من حقها أن تتزين وأن تتحلى، تلبس الإسورة، تلبس الحلق، تلبس كان زمان كنت أشوف جدتي عليها رحمة الله وخالتي والنساء كانوا يهتمين بالخلخال الذي يلبس في الرجل، فكان زمان يلبسوا حتى في الرجل مثل الإسورة التي في اليد هكذا، لكن تكون أكبر، كانوا يلبسونها في الرجل، في الرجلين هكذا، وأحيانا تكون في اليمين فقط، شيء من هذا القبيل يعني. نعم. فهذا ولذلك ربنا قال ولا يضربن بأرجلهن ليبدين ما يخفين من زينتهن. الزينة اللي هي مخفية القلقال كما قال العلماء. نعم، أنا آسف يا أستاذ، سأأتي إلى الإجابة. نعم، فالذهب المرأة الذي تتزين به إن كان هذا مهرها تمام، فلا بأس أن تخرج عليه مرة واحدة في العام، في العمر، وهذا الذي الحقيقة أنا أستريح له، تخرج مرة واحدة في العمر. لا أقول لا تخرجي أبدا، ولا أقول لها في كل سنة لابد أن تخرجي، فلو عندها حاجة بسيطة بعد 15 سنوات ربما تأتي لا تجد شيئا، لا، تخرج مرة واحدة في العمر. أما إذا كانت تجمع الذهب من أجل أن تستفيد به في الأيام الضائقات، الأيام الشديدة، فهذا شيء آخر. لا، هذا كنز، عليها أن تخرج زكاته 2.5%. إذا بلغ النصاب 85 جرام ذهب وحال عليه الحول. نعم. فضيلة الشيخ، نمضي في هدي النبي في رمضان، الآن نتحدث عن هدي النبي في نهار رمضان. كثير من الناس في شهر رمضان
يتحينون أخذ الإجازات، وأحيانا أعمالهم تحتاج لأن يكونوا على رأسها، يعني بعض المهن تتعثر أحوال الناس إذا كان صاحب هذه المهنة مثلا أخذ إجازة، كالطبيب كالمهندس كالخباز وغيره. هؤلاء يصعب، وحتى وإن كان مستطيع، هو يستطيع فعلا ماديا أن يستغني في هذه الأيام، فما حكم عمل هؤلاء في رمضان أو تخلف هؤلاء عن العمل في رمضان أخذا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان؟ شوف يا سيدي، النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة شعيرة عظيمة، ونزلت فيها سورة تسمى سورة الجمعة، سورة في القرآن هكذا، سورة الجمعة، الجمعة شعيرة. قال ربنا سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لم يأمرهم أن يأخذوا في يوم الجمعة إجازة، مع أنه سيد الأيام، وكما قال عيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو عيد من أعياد المسلمين. النبي عد 3 أعياد: الجمعة والفطر والأضحى. مع ذلك قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. في الحج العظيم الذي يعني الإنسان يذهب وقد غفر ذنبه، قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا. تجارة، تروح تتجروا، بس تكون نية الحج هي الأولى، ثم نية التجارة لا بأس عليك، فما بالك في أمر الصيام يندرج عليه ما يندرج على الصلاة وما يندرج على الحج. لا، لم يؤمر. شهر الصيام ليس شهر يا سيدي كسل، وليس شهر نوم أبدا. لماذا قال أسيادنا ومشايخنا العلماء السادة الفقهاء رضي الله عنهم؟ قالوا: أصحاب الأعمال الشاقة، أصحاب الأعمال الشاقة، لماذا قالوا عليهم يجوز لهم الفطر ثم يقضوا بعد ذلك إذا كانوا يستطيعوا، وإن لم يستطيعوا فعليهم الفدية؟ لماذا لم يقول علماؤنا يحرم عليهم العمل وعليهم أن يتركوا؟ أبدا، ليس هذا من شرع ديننا. العبادات عندنا ليست لتجلب الكسل والخمول، ليس عندنا ما يسمى بالرهبانية. النبي صلى الله عليه وسلم قال قال: لا رهبانية في الإسلام. والرهبانية هي أن تنقطع العبادة لله سبحانه وتعالى. إنما عليك أن تسعى. الصحابة كانوا، الله، ده أكبر المعارك يا سيدي، يا سيدي أكبر المعارك كانت في رمضان، كانت في رمضان، غزوة بدر كانت في رمضان. طيب، فتح مكة، فتح مكة كان أين؟ كان في رمضان. نعم. أخ محمد من المغرب تفضل بسؤالك. نعم تفضل يا محمد. السؤال يعني: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكركم على البرنامج هذا. هل يجوز الإنسان يشرب الماء عند أذان الليل، أذان صلاة الفجر، الأذان ديال الفجر؟ عند الأذان. وقت الأذان يعني بدأ المؤذن يؤذن؟ بدأ المؤذن يؤذن. والسؤال الثاني: ما هو موقف الإسلام من هذا الارتفاع ديال الغلاء المعيشة اللي في شهر رمضان، تكون فقط في شهر رمضان؟ تسمع الإجابة إن شاء الله يا أخي محمد. ولكن محمد أنت ما زلت معنا؟ طيب، إحنا فقط استفسار عند شرب الماء. أنت تقصد عندما ذكر قال الله أكبر، ولا يعني طيلة؟ لأنه ممكن في مؤذن يأخذ بالأذان 5 دقائق مثلا. لا، عند الأذان، عندما يؤذن المؤذن. طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. فضيلة الشيخ، سمعت سؤال الأخ محمد حول وقت الإمساك، هل هو وقت محدد تماما يأخذ وقت الساعة؟ طيب، مثلا الذي ينتظر سماع الأذان عندما قال الله أكبر والكأس بيده، أو بدأ يرتشف منها قليلا من الماء، هل يدعها أم يكمل مع الأذان؟ شوف يا سيدي، ما يسمى عند الناس بوقت الإمساك هذا يعني هو لا أصل له في الشرع، لأن الأصل أن يظل الإنسان يأكل ويشرب حتى يسمع الأذان، هذا حقه. يعني
يعني هذا حقه، مش لا. يظل يأكل بمعنى يجب عليه، لا هذا حقه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور وقال لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر وأخر السحور، تمام. ولا أدري هذا الذي يكتب في الإمساكية يعني في التوقيت الرمضاني ما يكتب عليه الإمساك. لا حقيقة أنا قصدت فعلا الإمساك عند الفجر فقط، هذا الذي قصدته بالسؤال. نعم أنا بس أحببت أن ألفت النظر من باب هو الطهور ماءه الحل ميتته، بارك الله فيك. يعني تأكل إلى إن بلال يؤذن بليل فكل واشربه حتى يؤذن ابن أم مكتوم. طيب أذن الفجر وأنا في فمي لقمة، تمام، أو الكسبة على فمي بأشربه، بأشرب، هل أرجع الماء الذي أنا بأشربه أو أرجع اللقمة التي في أمضغها في جوفي؟ لا، لا أرجع اللقمة ولا أرجع الماء، لكن خلاص شربت الشربة أنزل الكأس، لا أستمر الأذان يأذن وأنا عمال أشرب، تمام؟ أيوة، إذا استمر الأذان وأنا أشرب فقد أفطر هذا الإنسان. نعم. السؤال الثاني حول هذه الظاهرة السلبية، والله ظاهرة محزنة حقيقة، أكثر من مرة تطرقنا لهذا الأمر، يعني لا نراها عند النصارى، لا نراها عند غير المسلمين في أعيادهم. في رمضان ترتفع الأسعار بدلا من أن تنخفض، ونحن لا نتحدث عن أسعار مرتفعة بسبب أزمات عالمية مثل مثلا هذا العام أزمة الحرب في أوكرانيا، لا بشكل عام يعني ترتفع بغض النظر عن ارتفاعه في أماكن أخرى، فيما في بلاد غير المسلمين في أعياد، في أعياد الميلاد تلحظ وأنت تعيش هنا في الغرب أن الأسعار في أعياد الميلاد تنخفض تشجيعا للناس، ربما حتى مساهمة من الشركات الكبرى لهؤلاء في أعيادهم. يعني أنا بس أحب أن أضع المشاهد ربما الذي لا يعيش في الغرب في الصورة ما ذكرته حضرتك بأن في الأعياد بعض الشركات ذات الماركات العالمية كما يقولون عنها، تمام، بتنزل الـ 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 الأسعار بتاعتها ربما إلى 75% وإلى 50% في نعم. أيام يعني لدرجة يعني عندنا بعض المحلات الكبرى الناس عارفة أيام التخفيض هذه اللي بتعملها في أيام أعياد الميلاد، هي في أعياد الميلاد على فكرة وليست في غيرها، الناس بتذهب من قبل الفجر فعلا حتى تدخل فتأخذ يعني إيه أفضل الأشياء أو الحاجات الموجودة وهكذا. أما في بلادنا فالعجب العجاب فعلا كما تقول في بلاد الإسلام في المواسم، أنت عندما تذهب في المواسم تجد الناس يرفعون الأسعار في مواسم الحج، في مواسم الصيام، في مواسم يرفعون الأسعار بطريقة عجيبة، ما لما لا أدري سببا لذلك. يعني أنا آسف، يعني عندما يعني في رمضان عندما يرفعون السعر الطعام هو الطعام، أنا آسف يعني، والمشتري هو المشتري والبائع هو البائع والسلعة هي السلعة موجودة موجودة، لكن يعني لا أدري لما يعني هكذا رفع الأسعار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الاحتكار وحذر من الاستغلال للمسلم، والأولى الناس أن ييسروا للناس عباداتهم وأحوالهم بالذات مثل هذه الأمور، الأولى للناس يعني سبحان الله، يعني من أعظم الأجور عند الله سبحانه وتعالى أن تدخل السرور على نفس مسلم، أن تيسر على مؤمن عسرته، هذا من أعظم العبادات عند الله سبحانه وتعالى. لكن تلاقي اسمه العبد الحج فلان، واخد بال حضرتك، وتلاقيه مثلا يجي في رمضان اذا كان جزار يعلي اللحمه يزودها مش عارف 210 جنيه ولا 15 ولا 20 جنيه عشان رمضان، ولا اذا كان بيبيع ملابس، ولا اذا كان بيبيع اطعمه، يعني كل حاجه بيرتفع اسعارها في رمضان وفي الاعياد وفي المواسم. وهذا الحقيقه انا اسمحوا لي ان اقول بان هذا امر لا يجوز شرعا، لان هذا استغلال لمواسم العبادة والطاعة للناس ومواسم الفرحة، وبدل من أن نعينهم فنحن نضيق عليهم، ونسأل الله العافية. اللهم آمين. أخي عبد القادر تفضل بسؤالك. عبد القادر من فرنسا، تفضل يا عبد القادر. عبد القادر
ألو تفضل. نسأل الشيخ، عندي خويا نعم عندي خويا ما يكلمنيش، كنت نعيط له وانا نسكن في فرنسا وهو يسكن في الجزائر، نعيط له ولا ما يواجبنيش كاع، ومن بعد نحى النيميرو نتاعو كامل، وانا من الكورونا هذه ما زدتش رجعت للبلاد، ما روحتش للبلاد، راه ما يعيط لي ما نعيط له، قطعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. طيب أنت تريد نصيحة الشيخ إن شاء الله حول ذلك. إن شاء الله. استمع يا أخي عبد القادر، خليك معنا، الشيخ إن شاء الله سيجيبك على هذا السؤال. نور الدين تفضل. يا نور الدين من المغرب. نور الدين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله على البرنامج الذي نستفيد منه وجعله في ميزان حسناتكم. اللهم آمين يا رب. وأنا عندي سؤالاً. تفضل. هاتفك يا عبد. أصدقاء ديولي اللي أجلس معهم أنا تنقول لهم شوفوا قناة هذا وتنعطي أسئلة. وهو واحد سؤال، بعض الشباب لا يصلون وأنا وهم مبتلون بالسجائر، وأنا أذهب إليهم وأقول لهم ولو تكون تستعمل خاصك تدخل الجامع، خاصك تصلي باش الله سبحانه وتعالى تقدر تقطع داك الشيء وتبقى في الجامع، أما تصادر تتولي ملائكة ما يمكنش. جاني واحد الشخص قال لي شوف كل واحد يعرف خليهم. قلت لي لا يا أخي، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، رتا حنايا كنا مبتلين وعفى علينا الله. نعم. ولينا كنصليو. وأنا أسأل أريد أن أسأل الشيخ، لأن بعض الناس أنا تنخدموا في رمضان مع الشباب مساكن، ما كاينش اللي ياخذ بيديهم، الشباب تيشدوا القنت ديال الحي ومبتلين مختيرات، تمشي عندهم تنهضر معاهم بهذا الأسلوب، تنقول لي غير صلي، أنت ما يهمكش. راه حتى شارب الخمر خاصو يصلي. لا تفهمك، راه شارب الخمر. نعم، لكن يا نور الدين انت قلت حتى في وضع هم وهم يشربون الخمر او يستعملون المخدرات يدخلوا المسجد، هل هذا ما تقصده؟ لا 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 لا، لا. انا وما تيتسناوش الشباب مساكن تيتسحبهم تيتقاد ينتظر حتى يولي مزيان. نعم واضح 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 يا نور الدين. سؤالك الثاني. والسؤال الثاني وهو صلاة التراويح، هذه مسألة كاينة كثير بزاف، وهو الناس تيصلي العشاء تينوض مسكين تيبغي يخرج، الناس ينظرون إليه واحد النظرة بأنه جلس تصلي التراويح، هو حر. أنا أسأل الشيخ، من يصلي فقط الفريضة ويخرج من المسجد؟ نعم. الناس يتدخلون ويبداو ينظرون له ديك النظرة بأنه بحال ما خصكش تخرج أنت من المسجد. سؤال مهم يا نور الدين، سؤال مهم جدا. شكرا لك يا نور الدين، بارك الله بك. فضيلة الشيخ، ناخذ بعض الأسئلة قبل ما نجيب على سؤال عبد القادر ونور الدين، ناخذ بعض الأسئلة التي وردتنا على بريد برنامج من خلال الهاتف المجاني. الأخ عبد الخالق من المغرب يقول امرأة تستعمل استيريل باستشارة مع الطبيب. أنا بحثت عن هاي، ما أعرف ما المقصود بذلك. المقصود لقطع دم الحيض، فهل يجوز للمرأة أن تصوم إذا لم ينقطع الدم؟ يعني إذا كان هذا عقار، هناك بعض النساء يستخدمن عقارات طبية لمنع دم الحيض لكي لا تكون عندها الدورة الشهرية خلال شهر رمضان. أولا ما حكم ذلك؟ يعني هي تتعمد ذلك إذا كان ربما يكون فيه أذى جسدي، أذى بدني عليها. وسؤال الأخ إنه إذا استخدمت الدواء ومع ذلك رأت دم الحيض. أولا الله سبحانه وتعالى خلق بنات آدم على هذه الصورة، والله سبحانه وتعالى فرض عليهم الشرائع على هذه الصورة، والنبي عليه الصلاة والسلام وضع عن نساء آدم بأمر من الله سبحانه وتعالى الصلاة والصيام، وأمرهن أن يقضين الصيام ولا تقضى الصلاة، هذا شرع الله سبحانه وتعالى. المرأة عندما تأتي لتشتري شيئا من العقارات أو شيء من هذا القبيل حتى لا ينزل عليها الحيض وربما يسبب هذا
أذى لها في جسدها أو تغيير الهرمونات عندها أو شيء من هذا القبيل، فهذا أمر يعني تكون قد أصابت نفسها بضرر لا يريده الله سبحانه وتعالى ولا يقبله. إلا كنا العرب كان عندهم من الأعشاب ما كان بإمكاننا أن نسمع أو أن نقرأ أو إلى آخره، بأن هناك من يعني أمر من الشارع أو المشرع بأن تتخذ المرأة هذه الأعشاب عند رمضان أو عند الحج. لا، هكذا خلقها الله وهكذا يريدها الله سبحانه وتعالى. إذا كان وخاصة فضيلة الشيخ يعني ونحن لسنا أطباء، لكن هذا يعني أمر منطقي، خاصة الفتيات يعني الصغيرات ربما اللواتي ينجبن، يعني هذا أمر حساس جدا ممكن أن يؤثر على قدرتهن على الإنجاب فيما بعد. نعم، ممكن أن يؤثر على كل شيء. لذلك يا سيدي الإسلام لم يشرع هذا الأمر، لأن الإسلام لا يريد للناس إلا الخير ولا يشرع لهم إلا كل طيب. أما مثل هذه العقارات التي تمنع الحيض، هذا فالحقيقة يعني لا أنصح بها بأي حال من الأحوال، ولا أراها أنها من التشريعات يعني التي يجب أن تأخذ بها المرأة أبدا. المرأة هكذا خلقها الله وهكذا يريدها، يأتيها الحيض يأتيها، انقطع الحيض انقطع، ووضع الشارع لها إذا زاد الحيض يبقى فترة استحاضة إذا نعم. أما إذا أخذت هذه الأعشاب ونزل الحيض فهو حيض، نعم تنقطع عن الصيام والصلاة. واضح. أحمد من الجزائر، تفضل يا أحمد. تفضل يا أحمد بسؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي، هل انتقاد الحكام والمسؤولين يعتبر من الغيبة؟ خصوصا إذا كان هؤلاء الحكام يعني يكذبون أو يخادعون ربما، أو نعم. هل يجوز أن نقول هذا مسؤول والرئيس يعني كاذب ومخادع وكذا؟ هذه تسمع الإجابة إن شاء الله يا أخي أحمد. فضيلة الشيخ، الأخ عبد القادر من فرنسا كان سأل عن أخ له في الجزائر لا يكلمه، هو قام بمبادرات جزاه الله خيرا يعني سعى ليصل رحمه، ولكن كما يقول أخوه أغلق الهاتف بوجهه، فماذا تنصحه؟ أنصحه ألا ييأس أبدا. لا تيأس يا عبد القادر، أنت على نور من ربك وهدي من هدي نبيك يا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ. الواصل هو إيه؟ واصل الذي يصل رحم. ها؟ الله النبي الله يقول في الحديث القدسي الرحم اسم من اسمي، من وصلها وصلت ومن قطعها قطعته. النبي يقول ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعه الناس وصلهم. فأنت الواصل الآن، أنت الآن الذي تؤدي يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنت الواصل، ولكن الواصل الذي إذا قطعه الناس أو كما تقول أنت أخوك يقطعك ولا يريد وهو إلى آخره. لكن لو كانت هناك أسباب للقطيعة أنا أتمنى أن تراجع فيها وأن تنظر، لو كانت أسباب منك عليك أن تحاول إصلاحها، لو منه أيضا تحمل أخاك لأنه جزء منك. ها، ولكن الواصل الذي إذا قطعه الناس وصله. نعم. إذن يا عبد القادر أنت تقول أنه حتى لو أغلق الهاتف بوجهك ممكن أن تطلب هاتفه من إخوة لك، ممكن أن تبعث له رسالة صوتية من خلال هؤلاء أن يصلوها إليه. فضيلة الشيخ، الأخ نور الدين سؤاله الأول عن الشباب الذين يعني يستخدمون السجائر أو حتى المخدرات هكذا، يقول أنا أنصحهم دائما ولا أتركهم، يعني جزاه الله خيرا. بعض الناس يقول له اتركهم، يعني هم يعرفوا مصلحتهم، لكنه لا ييأس. ما حكم ما يقوم به نور الدين تحديدا في أمرهم بالصلاة، ألا يتركوا الصلاة على أي هيئة وحال؟ نور الدين جزاه الله خير وبارك الله فيه يؤدي أمرا من أمور الشريعة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم قال وأولئك هم المفلحون. يعني إذا لم نأمر بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر أوشك الله أن يصيبكم بعذاب
ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. تمام. والنبي قال لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. تمام. يعني أمر لازم نأمر المعروف عن المنكر. ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيدي فإن لم يستطع. وهذه ليست رسالتنا، مش إحنا اللي نغير بالأيدي، إلا على من تقدر تستطيع. فبلسانه. هذه وظيفتك، وظيفتي، وظيفة الناس. فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك مما طلعت عليه الشمس. الله. يعني نعم. السؤال الثاني فضيلة الشيخ عن حالة صراحة حتى أنا لاحظتها، أنه بعض الناس يستغرب أنه كيف الشخص بعد صلاة العشاء بعد الفرض يذهب، يعني يستغربوا أنه يعني وكأنه يعتقدون أنه التراويح هي الفرض وليست السنة. لا، صلاة التراويح سنة. سيدنا عمر لما جمع عليها الناس قال نعمة البدعة هي والتي ينامون عنها أفضل. يعني إذا الإنسان سيذهب إلى بيته ويصلي بأهله جماعة صلاة التراويح في البيت بأهله وأولاده خير، لكن إذا كان سيذهب ليصلي منفردا لا، فيصلي خلف الإمام أفضل جماعة. نعم. لكن الناس اللي ينظروا لهذا الشخص يعني عندما يخرج من بين الصفوف الناس تبدأ تنظر له وكأنه قام بعمل مستهجن، يعني هذا اختلاف الموازين عندنا. لذلك نرى بعض الناس ربما يهتم بصلاة التراويح أكثر من اهتمام بالفرائض، وكذلك صلاة العيدين. أنت ترى المساجد في صلاة العيدين لا مكان لأحد فيها، وخارج المساجد وفي الشوارع وإلى آخره. نعم. لماذا؟ لأن الناس يظنون أن هذه الصلاة هي أولى من الفرائض فيحرصون عليها ويواظبون عليها. نعم. الأخ أحمد فضيلة الشيخ، وهذا السؤال الأخير الذي نجيب عليه في هذه الحلقة، وأعد إن شاء الله الإخوة الذين أرسلوا برسائل نصية بأسئلتهم أن نجيب عنها غدا. الأخ أحمد من الجزائر، سؤاله كان عن انتقاد الحكام والمسؤولين، إذا كان هذا الحاكم والمسؤول يكذب كما يقول أو كان فاسدا، هل في انتقاده في الحديث عنه غيبة؟ شوف يا سيدي، إذا كان في انتقادي أو الحديث عنه فائدة فنعم، أما إذا لم تكن فائدة فضيع للوقت، وأولى بي أن يدعو له بالهداية. إذا كان في فائدة من وراء الانتقاد، يعني مثلا ناس الرجل ده يعني بحاول أبين لهم ماذا صنع هذا الحاكم مع الناس وإلى آخره، لا بأس إذا كان في فائدة من وراء هذا. لكن إذا لم تكن هناك فائدة، فقط نجلس 24 ساعة نتكلم عن ظلم الحكام وظلم الحكام وظلم، ولا نرفع أكف الضراع حتى أضعف الإيمان الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، إما أن يهديهم وإما أن يأخذهم. تمام. فالدعاء الدعاء الدعاء. بارك الله فيك. بارك الله بك فضيلة الشيخ. حقيقة في هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة في رمضان علنا نتناولها في حلقاتنا المقبلة. جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ حسين حلاوة الأمين العام للمجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء. كما أشكركم أعزائي المشاهدين، ونلقاكم غدا في مثل هذا الموعد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.